اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. نقول وبالله التوفيق. قال الإمام الشهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءاتنا السادسة في الرواق الجاوي، قال: والمرسل ما لم يتصل إسناده. ما هنا واقعة على أحاد، يعني خبر أحاد لم يتصل، أي لم يتصل ظاهرا، لأن العبرة في الظاهر إسناده. وصور الشارح ذلك بأن يسقط بعض رواته، سواء كان راويا أو كان اثنان أو ثلاث وهكذا. ما لم يتصل إسناده، بأن أسقط بعض رواته، سلسلة السند سقط منها واحد مرسل، سقط منها اثنان مرسل، سقط منها ثلاثة مرسل، سواء أكان المرسل صحابيا، لأن احنا عندنا في مسند مرسل اسمه مرسل الصحابي. مرسل الصحابي أن يقول الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، فهذا يسمى مرسل صحابي، وهو حجة بلا خلاف، لأن الظاهر أن الصحابي إنما سمعه من صحابي مثله. وإذا كان الأمر كذلك فلا يحتاج هذا المرسل الذي هو مرسل صحابي، لا يحتاج إلى تعديل، سواء عرفنا من الذي أرسل عنه أو لم نعرفه، فالصحابة كلهم عدول ولا يحتاجون إلى نظر في أحوالهم وإلى وضع على ميزان العدالة والتجريح، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي عدلهم. قال: سواء أكان المرسل صحابيا أم تابعيا. التابعي هو الذي رأى الصحابية ولم يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإما أن يكون تابعيا كبيرا وإما أن يكون تابعيا صغيرا. قال: سواء أكان المرسل صحابيا أم تابعيا، أم كان الذي أرسل غيرهما، يعني قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل، قول الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يحضر الواقعة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا أيضا يسمى مرسلا، أو كان ذلك صادر من غير التابعي ومن غير الصحابي، كقول مثلا على سبيل المثال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولا أذكر الطريق مثلا يعني، لكن الكلام ده خصوه باللي هم النقلة الرواة، لأن دلوقتي لأن الأسانيد دونت في الكتب، واخد بال حضرتك، لكن هو بيتكلم على عصر الإسناد، على عصر الرواية. أما ما بعد تدوين الروايات في الكتب فلا يكون يعني هناك إنشاء جديد، بمعنى إن أنا قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وأقول ده مرسل، لا، عصر الرواية قد انتهى ودونت الأسانيد في الكتب، وما يحصل بعدها فلا يأخذ هذه الأحكام، فهو قول غير الصحابي تابعيا كان أو من بعده. هو بدأ الآن يفرع على المرسل ويقول هو قول غير الصحابي تابعيا كان أو من بعده أو من تابع التابعي أو تابع تابع التابعي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، مسقطا الواسطة، يعني حال كون ذلك القائل مسقطا للواسطة
التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو المشهور، يعني هذا هو المشهور من تعريف الأصوليين. قول غير الصحابي، يعني معنى هذا إن قول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس مرسلا، لا هو بيتكلم على المرسل الذي وقع الخلاف في كونه حجة أم لا. أما مرسل الصحابي لا مرسل، لكنه مرسل حكمه حكم المسند. هذا هو المشهور من اصطلاح التابعين، والمشهور في اصطلاح المحدثين، لأن المحدثين لهم طريقة في العلم واصطلاحات خاصة بهم، وكذلك الأصوليون لهم طريق خاص بهم واصطلاحات خاصة بهم. قال والمشهور في اصطلاح المحدثين أنه قول التابعي سواء كان صغيرا، التابع الصغير غير التابع الكبير، يبقى عندك تابع صغير وعندك تابع كبير. التابع الكبير ده أدرك كبار الصحابة، زي مثلا سعيد بن المسيب، ده أدرك سيدنا أبو هريرة وناسبه وهكذا، يبقى ده تابعي كبير لأنه أدرك كبار الصحابة وقضى معهم فترة من العمر. وأما التابعي الصغير لم يدرك إلا بعضا يسيرا وزمنا قليلا من حياة الصحابة، سواء كان كبيرا أو صغيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يبقى لدينا اصطلاح خاص بالمحدثين، وأنه يخص الإرسال بالتابعي مطلقا سواء كان صغيرا أو كبيرا فيما إذا أسند الحديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول صاحب البيقونية ومرسل منه الصحابي سقط، أو فعل كذا، يعني يحكي أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يحكي أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، أكل على مائدته كذا، قيل في حضرته كذا، كل ذلك من قبيل المرسل. قال جماعة منهم الإمام الدج السبكي صاحب جمع الجوامع، فإن كان القول من تابع التابعين فمنقطع، يعني إذا صدر القول من تابع التابعين فهو المنقطع، أو من بعدهم، يعني من بعد تابع التابعي فهو المعضل، أي هو فرد من أفراد المعضل، لأن المعضل له أفراد أخرى، وهو ما سقط منه راويان. سقط منه راويان أي على التوالي، يعني راوي وقبل راوي آخر سقطا من سلسلة السند، يبقى لابد أن يكون على التوالي. أما إذا سقط من مكانين مختلفين فليس مما يسمى بالمعضل. ومن هيتسمى إيه؟ يسمى منقطع من موضعين. أنتم مش درستوا، ألم تدرسوا علم المصطلح؟ ده علم بسيط جدا ولذيذ جدا، بس اوضحوا معانا، يعني افهموا معانا الله يكرمكم. يبقى فمعضل وهو ما سقط منه راويان على التوالي أو ثلاثة هكذا، والمنقطع ما سقط منه راو وأكثر. المنقطع ما سقط منه راو فأكثر، بس ده بيكون في من أماكن مختلفة مش من مكان واحد، وإلا من عندي أيضا هو المعضل سقط منه راويان فأكثر، والمنقطع ما سقط منه راو فأكثر. راو فأكثر ممكن يسقط منه راويين، طب والمعضل ممكن يسقط منه اثنين وثلاثة واربعة، لكن ده على التوالي وده
من مكانين منفصلين. طيب، ولذلك انظر للحاشيه اللي تحت ونص عبارته. نص عبارة مين؟ يعني نص عبارة التاج. أما إذا سقط واحد قبل التابعي كقول من يروي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمى منقطعا. إذا سقط راو واحد قبل التابعي، جميل، يعني اللي قبل التابعي، التابعي مش قبل التابعي، التابعي اللي قبل التابعي قال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، فيسمى ده ايه؟ منقطع، لانه اسقط مين؟ اسقط راوي وبعديها راوي تاني. وان سقط اكثر فيسمى معضلا. وإن سقط أكثر من راوي، يعني اثنين فثلاثة فأربعة، يسمى معضل. ده عنده كده. وعند الأصوليين المرسل قول من لم يلحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء أكان تابعين أو من تابع التابعين، وإلى يومنا هذا فتفسير الأصوليين أعم من تفسير المحدثين، أوسع. وعرفه الزين العراقي، يبقى احنا عرفنا الكلام اللي نقله الشيخ الرملي او ممن بعدهم فمعضل، يعني ممن بعد مين؟ ممن بعد التابعين. وده بمعنى عبارة مين؟ بمعنى عبارته اما اذا سقط قبل التابعي، يعني انا عندي مثلا الزمن اللي بعد التابعي من احد من الرواه قال مثلا كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهو ما سقط منه راويان فأكثر. والمنقطع ما سقط منه راو فأكثر. وعرفه الحافظ الزين العراقي بما سقط منه واحد غير الصحابي، اللي هو عرف إيه؟ المنقطع. قال المنقطع هو ما سقط منه واحد غير الصحابي لينفرد عن المعضل، حتى يبقى، ما هو بيقول لك ما سقط منه راو غير الصحابي يبقى واحد بس. طب والمعضل؟ قال لا، المعضل اثنين. فيبقى بهذه الطريقة انفصل المعضل عن المنقطع. لكن ظاهر عبارة العبارة السابقة أنهما يجتمعا وينفصلا، وبعضهم قال لا، قال اللي أنا فرقت به منذ قليل قال لابد أن يكون راويان على التوالي. يبقى في عدة طرق في ضبط هذا، بما سقط منه واحد غير الصحابي لينفرد عن المعضل والمرسل. فينفرد عن المعضل بقوله راو واحد. يبقى ايه الفرق بينه وبين المعضل؟ ان المنقطع سقط منه راو واحد فاكثر، وان المعضل يشترط ان يكون سقط منه اثنان، والمرسل الصحابي سقط. قال فان كان بعد ما ضبطنا هذا، قال والمرسل فإن كان المرسل من مراسيل غير الصحابة، لأن احنا عارفين ان مراسيل الصحابة حجة ما فيهاش مشكلة. فإن كان المرسل من مراسيل غير الصحابة رضي الله تعالى عنهم فليس بحجة. إن كان من مراسيل غير الصحابة يبقى ليس بحجة، يعني لا يحتج به في بناء الأحكام الفقهية عليه. لماذا؟ قال لأنه في راوي سقط، هناك راوي سقط، ما عرفش أنا بقى مين الراوي ده، قد يكون ذلك الراوي الذي سقط راوي عدل، وقد يكون راوي مجروح. وأنا إذا صورني الشك في
ثبوت الحديث وعدم ثبوته فالأحرى عدم الثبوت. قال الاحتمال أن يكون الساقط مجروحا، وإذا كان مجروح فالجرح فيه يضر في القبول إذا كان غير صحابي. قال ولأنهم اتفقوا على رد المرسل في الشهادة احتياطا للرواية، احتياطا للرواية وكذلك احتياطا للشهادة. يعني افرض انه جه الشاهد وقال اخبرني شخص بانه رأى فلان يأخذ مالا من فلان، يبقى ده بيشهد اهو. طب ما هو مردود، فين الفلان اللي شهد؟ فين اللي رأى؟ ما معرفوش، مش موجود. ما احتمال يكون مجروح فلا تثبت شهادته، واحتمال يكون معدل فتثبت. فالاحتياط أن يرد. قال وقياسا ولأنهم اتفقوا على رد المرسل في الشهادة، وهو ألا يذكر الشاهد من شهد على شهادته. يعني أنا هو من أنت شفت مين بقى؟ مين؟ أنت كده عبارة عن شخص بتروي عمن شهد، من الذي شهد؟ اذكره لنا. معرفوش، ده واحد من ماليزيا ومعرفش اسمه. قال لأن متفق على رد المرسل في الشهادة، وهو ألا يذكر الشاهد الشخص الذي رأى وسمع هذه القضية. قال من شهد على شهادته، ولم يجعلوا تركه تعديلا له. ده رد كمان على اعتراض. قال له طب ما احتمال انك انت ايها الراوي تركت ذكر من اخذت عنه لكونك تراه عدلا، فلا يؤثر ذكره وتركه. انت تركته لانه عدل، اخبرني الثقة. مين هو الثقة ده؟ ما هو ثقة بقى، انت مالك؟ انت مش مهم عندك انه يكون ثقة؟ مش مهم عندك انه يكون عدل؟ قال خلاص ما عدل. ولم يجعلوا تركه تعديلا، قال لا نجعل ترك، لأن مناهج التعديل بتختلف. لو ممكن يكون عدل عندك وعدل مش عندي، لما أضعه على الميزان ما يطلعش عدل. وهذا حصل كثيرا، تبص تلاقي فلان أنت عمال تثني عليه أمامي وأنا عارف أكتر منك، وشو رأيت منه ما لم ترى أنت منه. قال ولم يجعلوا يعني الأئمة تركه، يعني ترك من شهد الشاهد على شهادته. وده بيسموه الشهادة على الشهادة تعديلا. طب ما انا شفته، ما هو الشاهد ده في شاهد اول رأى القضية واتى امامي وشهد امامي، فانا اشهد على شهادته. طب هو مين؟ ما انا خلاص مش انا عدل عندكم اللي انا شهدت على شهادته. خلاص ما دام انا عدل يبقى لابد ان تثق فيا، لانني لا انقل الا عن ثقه. الائمه لم يعتبروا هذا احتياطا للشهاده، لان كما قلت لكم قد يكون بمنظورك انت عدل، لكننا عندما نضعه على الميزان نرى فيه ما لم نرى، ما لم ترى انت فيه. فكذا الرواية، يعني مثل ذلك الرواية يحتاط لها، ولا يكون ترك الراوي لمن روى عنه تعديلا له، كما لا يكون ترك الشاهد من شهد على شهادته تعديلا لذلك الشاهد. طب ايه الجامع بين الرواية وبين الشهادة؟
قال الجامع ما بين الرواية والشهادة مطلوبية العدالة في كل منهما. الشهادة تحتاج إلى عدالة الشاهد، وكذلك الرواية تحتاج إلى عدالة الراوي، فالجامع بينهما مطلوبية العدالة في كل منهما. فكذا الرواية بجميع اشتراط العدالة، هذا هو الصحيح وعليه الأكثر. ومنهم الشافعي رضي الله تعالى عنه والقاضي أبو بكر الباقلاني رضي الله تعالى عنه. قال مسلم في صحيحه، كلام ده في صدر الصحيح، وعليه وأهل العلم بالأخبار. يعني أهل العلم بالأخبار؟ يعني وعليه أهل العلم بالأخبار، يقصد هذا يعني. قالوا إنه ليس بحجة. وقال ابن عبد البر المالكي صاحب التمهيد، هو قول أهل الحديث، يعني عدم الحجية هو كذلك قول أهل الحديث غير حجة. وقال ابن الصلاح وهو إمام الفقه والحديث والأصول إنه المذهب عدم الحجية، يعني الذي استقر يعني إيه؟ يعني انتهى إليه الحال واستتب الأمر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر أنه ليس بحجة. وأما المذهب الثاني فهو مذهب أبو حنيفة ومالك، قالوا لا حجة، هو حج. ومن هنا تعرف إن اختلاف الأئمة نابع عن اختلاف المناهج في القبول والرد. طب بس تلاقي الإمام الشافعي قال حاجة ومالك قال حاجة، ليه؟ لأنه سبب الخلاف أهو. الشافعي لم يقبل المرسل، الإمام مالك قابل المرسل، واحتج به أبو حنيفة ومالك والآمدي مطلقا. وطبعا الناظر إلى هذه العبارة لا يرتضيها لأنها ليست مشتملة على أدب. الكلام ده مش أنا اللي بقوله، الكلام ده قاله الكمال ابن أبي شريف، لأن العبارة دي عبارة جمع الجوامع، عبارة جمع الجوامع، وهو احتج بها أبو حنيفة ومالك والآمدي مطلقا. فقال كيف تضم الآمدي لأبو حنيفة والإمام مالك؟ ده الآمدي مقلد وأبو حنيفة مجتهد ومالك مجتهد، فكم من الأدب تقول واحتج به أبو حنيفة ومالك واختاره الآمدي؟ تقولش احتج به أبو الآمدي إزاي يعني؟ كيف تضم الآمدي مع أبو حنيفة ومالك؟ ده أعلام الأمة، فكم مفروض تقول كده؟ أما تحطهم في سلك واحد وتقول احتج به فلان وفلان وكمان الآمدي واحتج به أبو حنيفة ومالك والآمدي مطلقا، يعني إيه؟ يعني بلا قيد من القيود. وهو أشهر الروايتين عن أحمد، أشهر الروايتين لأن عنده روايات، في هناك رواية وافق فيها يعني الذين قالوا بأنه ليس بحجة، وهذه رواية أخرى يعني قال بأنه حجة. لماذا؟ قال هي الفكرة إيه؟ الفكرة إن الذي أرسل عدل، وما دام عدلا فيكون ما نقله لا ينقله إلا عن عدل، لأن العدل لا ينقل إلا عن عدل، لأنه لو نقل عن غير عدل لما كان عدلا. وصل
قال ولم يجعلوا تركه تعديلا له. ليه؟ لأن مناهج التعديل والتجريح مختلفة. قال لأن العدل الذي أرسل، يبقى لأن العدل المرسل إذا لم يسمي، لم يسمي من أخذ عنه، كان ذلك تعديلا له. ما سميتوش يبقى انت كده عدلته، وما دام عدلته انا هقبل حكمك عليه بالتعديل. شفت بقى لكل وجه هو ايه؟ هو موليها. الامام مالك عنده منهج، ائمتنا ما اشتغلوش بالهوى، ائمتنا لم يعني يعتمدوا على الشهوة، لم يعتمدوا على العبث، وإنما اعتمدوا على مناهج علمية مضبوطة ومتزنة. أنت مش عدل. العدل ده إذا روى يكون روايته مع عدم ذكره لمن أخذ عنه تعديل لذلك الذي سقط، لأنه عدل. طيب، وهناك عبارة أبسط من هذا، قالوا لأن العدل لا يسقط الواسطة بينه وبين النبي فيما عدا الصحابي. احنا بنتكلم على الساقط هنا غير صحابي. لا يسقط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو عدل عنده. إذ لو ما كانش عدل يبقى ده تلبيس، ويكون ذلك قادح في عدالته مسقطا لروايته، مع اننا اثبتنا انه عدل. ما دام انت التزمت انه عدل يبقى لابد ان تقبل من روى عنه، لانه لا يروي الا عن العدل، والا لو روى عن غير عدل لما كان عدلا. طب الجمهور عملوا ايه؟ قال له ما هو ممكن يبقى عدل بس عدل في ظنه، لكن لما يوضع ذلك الذي نقل عنه واعتقد الراوي أنه عدل ووضعناه على ميزان التعديل وميزان التجريح، قد نرى فيه غير ما رآه الراوي. أنت لماذا تلزمني باجتهاد الراوي؟ ما هو الراوي اجتهد في من روى عنه فوجده عدلا فلذلك أسقطه. أنا قد أجتهد وأجد أنه مش عدل، وعندي ملفات أخرى تثبت أنه مجروح لم تطلع أنت عليها أيها الراوي الذي أسقطت من رويت عنه، مش وارد؟ طيب، ولذلك قال وأجيب بأنه قد يروي عن غير العدل، لا لكونه مقدوحا في عدالته، ولكن لأنه قد اجتهد فظن أنه عدل. وقوم، يعني وقال قوم يا أولاد، إن كان المرسل من أئمة النقل، أئمة النقل يعني إيه؟ الذين عاشوا حياتهم بين الروايات تنقيحا وتفنيدا ودراسة. ده عاش، عارف يعني إيه عاش؟ يعني عنده ملكة، يعني ده إمام من الأئمة، يعني ده ممارس ليل نهار، ويأخذ الإسناد وينقحه ويدرس حالات الرواة وإلى آخره. قالوا إن كان المرسل من أئمة النقل كسعيد بن المسيب، ده من أئمة النقل الكبار، والشعبي ده من أئمة النقل الكبار، قبل مرسلهم. لو من أئمة النقل الكبار لا مقبولين. لماذا؟ لأنهم ده دول جهابذة النقاد، فمن النادر أن يخفى عليهم الأحوال، ده دولة الميزان، من وثقوه فهو الثقة ومن ضعفوه فهو الضعيف، هكذا يقول هؤلاء القوم. إزاي أخفى عليهم هذا؟ يعني مع أنهم جلسوا في يعني بطون، مش بطون بقى، ده جلسوا مع الرواة وفحصوهم وفحصوا أحوالهم وعاشوهم، فمن النادر أن
تغيب أحوال الرواة عنهم. بخلاف من كان من غيرهم، مش من أئمة النقل، يعني عالم بس عالم مش مثل الأئمة الكبار، ممكن تغيب عنه هذه الأحوال. طيب كلام جميل، ده الكتاب رائع أوي يا أولاد. لا من غيرهم. وبه قال ابن أبان، عيسى ابن أبان، واختاره ابن الحاجب، هو قوي جدا، يعني هذا الوجه وجه قوي جدا ومدركه عميق، ده إمام من أئمة النقل. يعني إيه؟ يعني صبر الأحوال، يعني عاش السند. السند ده بيتعاش يا أولاد، العلم ده بيتعاش. سند كده تحطه قدام عينك كده، وتمسك كل راوي من الرواة وتعيش بقى في أحواله، وتعيش في رواياته الأخرى، وتشوف هو ضابط ولا مخلط ولا ولا ولا. ده حياة، انت فاكرين العلم كده؟ ها يعني الرسالة الجامعية وفش طيران تبقى علامة؟ لا يا حبيبي، ده العلم ده عايز منك العرق والكد، عايز منك تفني حياتك فيه، عايز منك ممكن كتاب واحد تظل طول عمرك تنقح فيه وتعيش معاه، وكل ما تديله من وقتك كل ما يديلك من أسراره، كل ما تديله من وقتك كل ما يديك من أسراره، كل ما تعيده وتزيده كل ما ربنا يفتح عليك فيه. وقال ابن برهان: إنه حجة إذا كان مذهب مرسله في الجرح والتعديل موافقا لمذهب من يريد العمل به. أو ده عبقري، ده عبقري والله. ليه؟ وبيقول أنا هقبل. أنت منهجك إيه في الجرح والتعديل؟ والله أنا منهجي في الجرح والتعديل القواعد كذا وكذا وكذا. الراوي الذي لم يسمي من أخذ عنه، ما هو منهجه في الجرح والتعديل؟ منهجه في الجرح والتعديل موافق لمنهجي، قواعده موافقة لقواعدي. فإذا اتفقت القواعد يبقى الغالب أنني لو اطلعت على أحوال ذلك الذي لم يذكر سأقول بما قال به ذلك الذي أخذ عنه. وأنا خدت عن إسماعيل، وإسماعيل أخذ عن راوي، والراوي ده أخذ عن من فوقه، فإسماعيل لما روى ما ذكرش من فوقه مباشرة، ذكر الذي فوق فوقه. فلو أنا وإسماعيل منهجنا واحد في الجرح والتعديل يبقى أنا هاخد وأحكم على الراوي الذي أسقطه كما حكم عليه إسماعيل، لأن منهجنا واحد. خمسة في خمسة بكام؟ بخمسة وعشرين. إسماعيل ضربها طلعت بخمسة وعشرين، سيد شلتوت ضربها طلعت بخمسة وعشرين، يبقى المنهج واحد. وما دام المنهج واحد يبقى هو ذكر وما ذكروش سيان، لأن لو أنا اطلعت عليه وطبقت عليه قواعدي سيكون معدلا. ولو إسماعيل يعني وضعوا على قواعد الجرح سيكون معدلا. فما دام المنهج منهج من يريد العمل، يعني منهج الإمام الذي سيعمل بهذه الرواية موافقا لمنهج الراوي الذي أسقط اسم من أخذ عنه، ما دام المنهج واحد يبقى مقبول عنده. طب لو المنهج مختلف، ده قواعده في الجرح والتعديل تختلف عن قواعدي، فأنا لو وضعته على الميزان قد أجرحه، وهو لو وضع على الميزان قد يعدله. لا، يبقى لابد حينئذ أن يظهر للراوي لأعرف هل هو على قواعدي معدل أم على قواعده فقط. وده ده 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 عبقري. بس احنا نرد عليه ونقول له ايه، لان احنا مع الجمهور، نقول له ما المشكلة مش في اتفاق المنهج او اختلاف المنهج، في احتمال ان يكون
هو قد فعل شيئا يجرحه لم تطلع عليه أنت الذي أسقطت ذكر اسمه. ولو عرض عندي سأذكر لك ما لديه. ولذلك قالوا إيه؟ لاحتمال إن هو يعتقد إن هو معدل وليس بمعدل، بسبب أنه فاته شيء، بسبب أنه غاب عن أحواله شيء من أحوال ذلك الراوي وهكذا. وقال ابن برهان إنه حجة إن كان مذهب مرسله في الجرح والتعديل موافقا لمذهب من يريد العمل به. وأفهم كلام المصنف إمام الحرمين أن مراسيل الصحابة حجة، وهو الصحيح الذي عليه الأكثرون، وهو بيني وبينك ده لا ينبغي أن يكون فيه خلاف، يعني أنا مش شايف أنه هو فيه خلاف، لأن الصحابة عدول والله سبحانه وتعالى هو الذي عدلهم، لأن الصحابي ده بقى هو بقى من أجله إما أن يسمع من النبي عن الصحابي، إما أن يكون قد سمع هذه الرواية من سيدنا النبي مباشرة، وإما أن يكون قد سمع من صحابي آخر، وعقلا قد يكون سمع من تابعي، يبقى دي احتمال يسمع بنفسه، سمع من صحابي، سمع من تابعي. طب لو سمع من النبي ده يبقى متصل، سمع من صحابي مثله ما هو عدل. طب مش احتمال يبقى سمع من تابعي؟ قال له في احتمال عقلي، ولكن ده نادر جدا بعيد عن أحوال الصحابة، والنادر في حكم المعدوم، كأنه مش موجود، مش في احتمال، في احتمال بس ده نادر جدا، ولندوره لا عبرة به. يبقى إذا سمع من الصحابين صحابي آخر فالصحابة كلهم عدول لا يحتاجون لتعديل، فإسقاطهم كذكرهم، إسقاط الصحابي مثل ذكره. أنت محتاج تعدله، دور على عدالة نفسك، ما تدورش على عدالة الصحابي، ده ناس اختارهم ربنا لصحبة خير البرية وانتقاهم انتقاء شديدا، لا فدول عدول عدول. وأما احتمال روايتي عن تابعي فنادر، والنادر يلحق بالكثير الغالب. إيه بقى الكثير الغالب؟ اللي هو مروي عن صحابي وقيل إنه ليس بحجة، يعني حاجة قيل ضعيف جدا بل واهي شاذ، إلا أنه يقول إلا أن يقول إنه لا يروي إلا عن صحابي أو يعتضد بما سيأتي. إنه ليس بحجة، يعني مرسل الصحابي ليس بحجة، إلا هذا رأي، إلا أن يقول هذا الصحابي إنه لا يروي إلا عن صحابي، يلتزم كده ويصرح بإن أنا كصحابي لا أروي إلا عن صحابي. إلا مراسيل، يبقى هنا ده استثناء من إيه يا مشايخ؟ من قوله فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة. عندكم ده ما بين قوسين صح يا مولانا؟ فإن كان إلا مراسيل سعيد بن المسيب من كبار التابعين رضي الله تعالى عنه، أسقط الصحابية وعزاها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي حجة. وسيدنا سعيد عبارة عن رمز
لكبار التابعين، يعني ومثل سعيد كبار التابعين، إذا قالوا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمراسيلهم تكون حجة. لماذا؟ قالوا لأنها في الحقيقة مش مراسيل، ده مسانيد. ازاي يعني؟ ده قال قال النبي. ايوه، ما انت مش واخد بالك انه هذه المراسيل ظاهرا اخذها النقاد واخذها ائمة النقل وبحثوا فيها فوجدوها مسندة الى الصحابي الذي اسقطه سعيد، وهو صهره ابو هريرة حماه، يعني لأنه كان متجوز بنت سيدنا أبو هريرة وكل رواياته عن أبو هريرة. فإذا أسقط يبقى معروف أنه بيروي عن سيدنا أبو هريرة، فهي في الحقيقة مسانيد وليست مراسيل. قال أسقط الصحابية فإنها فتشت. فتشت يعني إيه؟ يعني أخذناها وبحثنا عنها وبحثنا عمن أخذت منه، فوجدنا الصحابي هو أبو هريرة، فوجدت كلها مراسيل، مراسيل حكما مش حقيقة. في الحقيقة هو قال قال النبي، لكن في الحكم لما بحثنا عنها وجدنا هو بيروي كل رواياته عن سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أي رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الغالب صهره أبو زوجته أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الغالب هو في الغالب يعني في الكثير. شروط قبول المرسل. طيب المرسل ده الجمهور بيقولوا ايه؟ بيقولوا كده هو مردود بمفرده، لكنه اذا قوي بمقوّن من المقويات يكون حجة، واذا انضم الى المرسل ما يتقوى، يعني شيء يتقوى به، يكون المرسل حجة وجب العمل به، بأن كان مرسله معروفا بأنه لا يروي إلا عن عدل. إذا كان المرسل من شأنه هو معروف ما بين أئمة النقل أنه لا يروي إلا عن العدول، تاريخه كده، حياته كده، منهجه كده، وصرح بنفسه أكثر من مرة أنه لا يروي إلا عن العدول، يبقى خلاص نكتفي بما يقول. كابن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن يرويان عن أبي هريرة، وهو حينئذ مسند حكما، لكن في الحقيقة هو مرسل، وفي الحكم حكم حكم المسند، أو تابعيا كبيرا. هيعرف لك هنا بقى التابعي الكبير هو الذي أكثر رواياته عن الصحابة، والتابعي الصغير أكثر رواياته عن التابعي الكبير وبعضها عن الصحابة. قال أو تابعيا كبيرا بأن كان أكثر رواياته عن الصحابة، أكثر رواياته عن الصحابة تابعي كبير، فإنه لو سمى لم يسمي مجهولا. معلوم أما نقول له أنت خدت عن مين، ده تقريبا 80-90% من نقل عنهم نقل عن الصحابة، فلما في الغالب هيسمي مين؟ هيسمي الصحابة. وألا ينفرد عن الثقات، ده شرط آخر، يبقى اللي رواه ما يكونش منفرد عما رواه الثقات، يعني أنا نقلت وغير نقل بنفس النقل الذي نقلته. قال وأن لا ينفرد عن الثقات إلا بنقص لفظ من ألفاظهم بحيث لا يختل به المعنى، يعني لأنه لو
وافق غيره من الثقات يبقى ما عندناش ظن أن يكون هناك في خلل، لا ده هو روى مثل ما روى الثقات، وعندما اختلف اختلف معهم في ألفاظ لا تغير المعنى ولا ينبني عليها حكم. بعضهم رواها مثلا إنما الأعمال، وبعضهم قال إنما العمل، بسيطة مش هتغير في المعنى حاجة، بحيث لا يختل به المعنى. واعتض بضعيف صالح للترجيح، يعني اعتض ذلك بحديث ضعيف، يبقى مرسل مع ما هو مرسل ضعيف والضم إليه ضعيف، فضعيفان يغلبان قوية كما يقول في بيت الشعر. قال واعتض ذلك المرسل، يعني قوية بشيء أو بدليل صالح للترجيح، يعني لابد أن يكون ضعيفا، وهذا الضعف يقويه ويجعله صالح للترجيح، لأن في ضعيف أحيانا يعني يكون واهي جدا لا يصلح لا للترجيح ولا لغيره. طيب كقول صحابي، ما هو الصحابي عند بعضهم حجة وعند بعضهم ليس بحجة، فاعتض بقول صحابي، يبقى قول الصحابي يعضد ذلك المرسل ويجعله حجة أو فعل، أو فعل ذلك الصحابي يقوي ذلك المرسل، أو قول أكثر العلماء غير الصحابة، يعني أكثر العلماء غير الصحابة، لأن قول الصحابة مضى ذكره، أو إسناد من مرسله، أو إن المرسل مرة يرويه مرسلا ومرة يرويه مسندا، فرواية الإرسال قويت برواية الاتصال أو من غير مرسله، يعني من شخص آخر، أنا رويته مرسل وهناك راو آخر رواه متصلا، بأن يشتمل أو غيره بأن يشتمل على ضعف، بس المسند هناك مش صحيح، لأنه لو كان صحيح كان هيلغي لي المرسل اللي أنا بتكلم على تقويته، ده المسند هناك فيه ضعف بس من جهة أخرى. أو إرسال بأن يرسله من يروي عن غير شيوخ الأول، يعني ده رواه عن شيوخ ولكن رواه مرسل، وده رواه عن شيوخ ولكن رواه متصلا. قال أو إرسال أو ممكن يبقى مرسل مع مرسل بيقويه، بأن يرسله من يروي عن غيره، يبقى هو لا، ما هو مش ده إرسال وده إرسال، يعني ده روى هذا المتن مرسل ولكن من طريق شيوخ، والآخر رواه مرسل من طريق شيوخ آخرين، فالاثنين لما يجتمعوا يقوي بعضهم بعضا. أو قياس، أو يكون هناك قياس موافق لمضمون الخبر يؤيده ويقويه، أو أن مضمون ذلك الخبر شاع وذاع في الآفاق ولم ينكره أحد فكان ذلك تقوية له، أو انتشار يعني شيوع وذيوع من غير نكير، يعني من غير أن ينكر مضمونه أحد من العلماء، أو عمل أهل العصر على وفقه، يعني علماء العصر عملوا عملا موافقا لمضمون ذلك الخبر فالعمل يقويه، ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن. وحينئذ يعني وحين إذا اجتمع مرسل مع مقو من المقويات السابقة، مش مقويات برشام وكلام من ده، فالمجموع يعني المرسل والمقوي يكون حجة، مش المرسل بس، لا ده مجموع الدليلين، المرسل مع عاضده يكون حجة،
يبقى ما ينفعش تقول المرسل نفسه حجة، لا، ده المجموع هو اللي حجة. قال: فمجموع المرسل وعاضده حجة. وفاق للشافعي رضي الله تعالى عنه، لا مجرد المرسل، يعني المرسل لوحده مش حجة، ولا ولا المنضم إليه اللي هو المقوي ليس بمفرده حجة لضعف كل منهما على انفراده، لأننا لو جردنا المرسل عن المقوي سيكون ضعيفا، ولو جردنا المقوي عن المرسل سيكون ضعيفا، لكن لو جمعناهما معا هكذا اتحد وقوى أحدهما الآخر. قال: لضعف كل منهما على انفراده، أي حيث لا يكون عاضده حجة على انفراده. نعم، لأن العاضد الذي شرطناه قبل ذلك قلنا بأنه ليس بحجة، ولا يلزم من ذلك ضعف المجموع، يعني لا يلزم من ضعف كل واحد على انفراده ضعف المجموع. ده مسألة عقلية، هات كده عود كبريت تستطيع بسرعة أن تكسره، ضع عودين وثلاثة وأربعة متجاورين وحاول تكسرهم، لا، ده تقوى بعضهم ببعض، ولذلك يقولون الاتحاد قوة. والأعداء عندما علموا أننا إذا اتحدنا صرنا قوة فرقونا، وقالوا إيه؟ فرق تاسد، لكن لو إحنا كلنا كده واحد، ده إحنا هنبقى شوكة، شوكة في ظهر أمريكا وإسرائيل كمان. حدش يخاف يا أولاد. ولأنه يحصل من اجتماع الضعيفين قوة، ولأنه يعني ولأن الحالة والشأن يحصل من اجتماع الضعيفين قوة مفيدة للظن. ما هو خلي بالك ان المرسل حصل منه ظن والآخر حصل منه ظن، فلما تضم ظن إلى ظن يفيدك إيه؟ يفيدك ظن أقوى يستطيع أن حضرتك تعمل به في الأحكام الشرعية. ومن الشائع، يعني ومن الأمثلة الشائعة الذائعة، ضعيفان يغلبان قويا، وهو عجز بيت سقطت منه الفاء، طيب فائدة قبول المرسل إذا اعتض بما هو حجة. قالوا طب لو افرد هب إني مرسل ووجدنا هناك حديث متصل، هذا الحديث المتصل يصلح أن يكون معضدا للمرسل؟ قلنا له نعم. قال: ما الفائدة حينئذ؟ ما هو المرسل لوحده حجة، فما الفائدة من ضم ذلك الصحيح إلى المرسل؟ قال: عند الترجيح، لأن ذلك الصحيح قد يكون هناك صحيح آخر يخالفه في الدلالة فيتعارضان، طب هعمل إيه؟ عند الترجيح أرجح ما معه المرسل على الآخر، يبقى يفيدان في الترجيح. أهو بيقول الكلام اللطيف ده: وفائدة قبول المرسل إذا اعتضد بما هو حجة على انفراده الترجيح، والترجيح ده خبر، فائدة قبول المرسل الترجيح بهما، أي بالمسند والمرسل، عند معارضة حديث واحد ليس له مرجح. طيب، أما مرسل صغار التابعين ومن كانت أكثر رواياتهم عن كبار التابعين، يبقى صغار التابعين كانت روايتهم عن يعني أكابر التابعين، أكثر روايتهم عن كبار التابعين كالزهري، فهو باق على الرد، فهو حاصل وكائن على الرد حتى مع ذكر العاضد. حتى مرسل صغار التابعين لو كان معاه عاضد لا يكون حج. لماذا؟ لأن المرسل في هذه الحالة شديد الضعف لا يجبره شيء، يعني المرسل في الحالة دي
موضوع في غرفة الإنعاش، في غرفة العناية المركزة، يعني صائر إلى الموت. حكم الخبر المعنعن اللي هو بيبقى فيه ايه؟ عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ده بيسموه ايه؟ خبر معنعن. مصدره عنعن الحديث يعنعنه. عنعن الحديث يعنعنه، معناها ايه؟ معناها انه رواه بكلمة عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. إذا رواه بكلمة عن فلان من غير تصريح بالتحديث، يعني من غير أن يصرح بالتحديث والإخبار والسماع، من غير تصريح بالسماع بالتحديث، تدخل على الإسناد، أي على حكمه. حكمه يعني ما بتخشش على الإسناد يعني دخولا حقيقيا، لا، ده بتدخل على حكم الإسناد أي العمل به، أو تدخل على قبوله، يعني أن العنعنة تجامع الإسناد ولا تنافيه. ممكن يبقى معنعن ومسند، يعني من روى بعن عن عن كل راو سمع ممن روى عنه، فيكون الحديث المروي بها أي بالعنعنة في حكم المسند. المروي بغيرها في حكم الحديث المسند المروي بغير عنعنة. حدثني فلان وفلان يقول حدثني فلان عن فلان عن حدثني فلان، والآخر يقول حدثني فلان، يبقى بالتحديث أو بالإخبار. لا المرسل، يبقى هي في حكم المسند المروي بغيرها مما يشعر بالتحديث ونحوه، بأن يثبت له الحكم الثابت للمسند المذكور من القبول والعمل به، لا في حكم الحديث المرسل المتقدم بيانه. يعني هي مش مرسلة، لا، ده هي مسندة في الظاهر، وتأخذ حكم المسند في الظاهر، والعنعنة تجامع الإسناد والاتصال ولا تنافيه لاتصال سنده في الظاهر. هو ظاهرا كده إن عن تعطي قوة أن كلا قد سمع ممن أخذ منه. هذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور. قال ابن عبد البر: اعلم وفقك الله أني تأملت. بص بقى، أنا نفسي تقرأ العبارات دي، جميلة قوي. أني تأملت يعني مش خلصت لا، قضية كل بيقول لك تأملت يعني عمل كوباية ينسون وجلس يشرب اليانسون وأمامه كتب العلم ويتأمل وعقله يشتغل ويفكر وينقل العبارة من هنا ومن هنا ويعمل كده إيه يعني قصاصات، يخرج بنتيجة علمية في الآخر. مش خلي بالك يعني راضي خلصنا الكتاب هيصة كما يفعل الناس في هذا العصر. لا يا مولانا، العلم ده تأمل، العلم حياة فكر. بص بيقول لك ايه: أني تأملت أقاويل أئمة الحديث. يا سلام، تأملت يعني مسك كده كل قول وظل يفكر فيه ويتأمل ويتعمق في التأمل. يعني ايه؟ يعني تعمق في النظر، تعمق في الفكر يا مولانا. مش هيص، مش رحنا الجامعة حفظنا الملزمة امتحنا فيها خدنا الليسانس ثم بعد ذلك الشهادة العليا ثم بعد ذلك الدكتوراه ثم بعد ذلك انصلح الحال بعد الدال وبقى الدنيا كده وفلوس ورنجت كتير ينزل من السماء ينزل من الأرض رنجت كأنه اتفتحت له مغارة علي بابا. لا، بس دول أئمة العلم الذين نقلوا لنا الدين ونحن تمتعنا في فهمهم وفي علمهم وفي كتاباتهم وفي مؤلفاتهم. احنا عايشين في خيرهم زي ما المصريين بيقول، في خير العلماء دول. أني تأملت، تأملت يعني يا مشايخ
يعني عمق في الفكر. أقاويل جمع قول، قول وأقاويل يعني آراء ويعني تعاريف وكلام أئمة الحديث. ونظرت في كتب من اشترط الصحيحة في النقد ومن لم يشترطه، يعني عمل مشايخ، يعني مسألة واحدة بحث فيها بحث علمي مضني أشد من إنك أنت تحمل سيارة فيها أنتيكة على كتافك. ونظرت في كتب من اشترط الصحيحة في النقد ومن لم يشترطه فوجدتهم، شوف بقى النتيجة بعد البحث والاستقصاء، أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن. يا سلام، خد بقى دي كده فايدة دينية، إيه إنه نتيجته في الآخر أنه توصل إلى إن الإسناد المعنعن مقبول، لا خلاف بينهم في ذلك. وكمان إيه ده؟ متفق عليه، قبول واتفاق. إذا جمع شروطا ثلاثة، ده جاب الشروط الثلاثة منين؟ ده من بطون الكتب بعد الفحص والبحث والدراسة، وما وجدش الشروط كده شروط صريحة، ده بيقول لك تأملت ونظرت وفكرت. وهي ادي اول شرط، عدالة المخبرين، ان يبقى رجال السند كلهم عدول. رقم اثنين، لقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة، ان يبقى كل راوي قد اخذ عن الذي اخذ عنه، ولا بد كل راوي ان يكون عدلا. رقم اثنين، ان يكون كل راوي شاف الراوي اللي اخذ منه وجالسه، قعد معاه في كافيه السعادة مجالسة ومشاهدة. والمراد هنا من اللقاء يا مولانا، اللقاء يعني إمكان اللقاء مش تحقق اللقاء. بأن يتعاصر وأن يكونوا براء من التدليس، وإن كل واحد من الرواة دول يكون نزيه من أن يروي عن الرجل الضعيف المشهور، أن يكون كل راوي بريء من إن هو يلبس على السامع. ثم قال، وهو قول مالك وعامة أهل العلم. الإمام مسلم كما نقلت أنا على طرة الكتاب لم يشترط شيئا من ذلك. طبعا على كل حال كلام جميل وكلام علمي محرر ودقيق. قال، وقيل إن الإسناد المعنعن في حكم المرسل. هناك رأي في الأصول بيقول لك لا، الإسناد المعنعن حكم المرسل، يعني هيأتي فيه الرأيين، يأتي فيه الرأيان السابقان اللي هو أنه حجة وليس بحجة، ولكن يأخذ حكم الإسناد حكم المرسل المعنعن، يأخذ حكم المرسل حتى يثبت اتصاله. يبقى هندي حكم المرسل إلى أن يثبت اتصاله، فإن ثبت اتصاله أخذ حكم المسند المتصل، لاحتمال أن يكون الراوي الذي قال عن فلان ما يكونش سمع من هذا الراوي، لأن العبارة لا تحتم السماع، فيكون مجهول مين بقى اللي انت سمعت منه، ما نعرفوش. وقد يكون ذلك الذي لم تسمع من لم يذكر قد يكون مجروح. ثم بعد ذلك تكلم على طرق نقل الرواية،
قال وإذا قرأ الشيخ وغيره يسمع، زي ما أنا بعمل كده، أنا بقرأ وأنتم تسمعون. بس كلام ده أيام الرواية، دلوقتي كل الروايات اللي بنقرأها دي تبرك، والأسانيد اللي بناخدها تبرك لإحياء سنة كائنة في أمة سيدنا رسول الله. أما ما خلاص، ما هو الأسانيد والأحاديث قد حفظت في بطون الكتب وبقت على موسوعات وخلصت، هتعمل إيه حضرتك؟ ولا حاجة. إذا قرأ الشيخ وغيره يسمع يجوز للراوي الذي يسمع قراءة الشيخ، يعني أنت سمعت قراءتي، لما تأتي ترويها كيفية الرواية تقول حدثني شلتوت حفظه الله وأخبرني، لما تروي حضرتك ما سمعته مني تقول أخبرني شلتوت، أو تقول سمعته من شلتوت، أو وخبرني كذلك، وحدثنا وأخبرنا وخبرنا وأنبأنا ونبأنا وقال لنا وذكر لنا. طيب دي كم صيغة؟ 11 صيغة. ال11 صيغة هذه متساوية في السماع وفي القوة؟ قالوا لا، أعلاها سمعت. ليه؟ لأنه لا يكاد أحد يقول سمعت في الإجازة، فيش حد لما بيجي يروي إجازة بيقول سمعت، يقول أخبرنا فلان إجازة. أما سمعت ده في الودن بس، سمعت بأذني، ولا في تدليس، لما واحد يأتي يدلس وينقل عمن لم يسمع منه مباشرة لا يقول سمعت، بخلاف حدثنا، فإن بعض أهل العلم كان يستعملها في الإجازة. طيب حلو الكلام ده. وسواء أكان ذلك إملاء، إملاء يعني وانت قاعد بتكتب، يعني أنا بقول الحديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وانت عمال بتكتب بمليك، أم تحديثا لا إملاء، يعني أنا بحدث وانت ما بتنقلش في كتابك. وسواء أكان من حفظ من حفظه أو من كتابه، يعني كان التحديث من حفظي أو كان التحديث من نسختي الشخصية. قال الماوردي والروياني وسواء أكان ذلك، يعني الرواية عن قصد، يعني أنا أقصد تحديثك، أم اتفاقا. إزاي اتفاقا؟ يعني أنا عمال بقرأ في سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وانت قاعد جنبي وانا مش ملاحظك ولم اقصد ان انا اروي لك، يبقى دي اسمها ايه؟ رواية اتفاقية، يعني انا لم اقصد ان اسمعك الحديث، ده انا بقرأ ولا اقصد تحديثك. وسواء اكان فيما قصد استرعاء، يعني طلب للرعاية، يعني انا بقرأ ومحافظ على كل حرف من أجل أن هناك من يسمعني وينقل عني حرفا حرفا، أم مفيش استرعاء؟ ده أنا بذاكر. الاسترعاء معناه أني أنا ببقى دقيق زيادة عن اللازم، دقيق جدا، وأما المذاكرة فبتبقى أقل مرتبة في الدقة من الاسترعاء. وسواء كان المحدث أعمى أم أصم أم سليما، واضح. وسماع لفظ الشيخ أعلى طرق التحمل، يعني درجة أولى في التحمل، امتياز 100%، مش جيد جدا اللي انتوا بتاخدوها. ويليه ما ذكره بقوله وإن قرأ هو، يعني انت اللي هتقرأ وأنا فتح كتابي أو وأنا حافظ، وإن قرأ هو على الشيخ وهو يسمع،
مين اللي بيسمع؟ الشيخ. مش نايم وانت قاعد بتقرأ، لا، والشيخ يسمع. فيقول في رواية ذلك، لما تأتي بقى تروي عني ما قرأته أنت وأنا أسمع، تقول أخبرني ونحوها، وتقول نحوها أخبرني خبرني وهكذا، ولا يقول حدثني. حضرتك ما تقولش حدثني شلتوت، حيث لم تزد بعد ذلك بقراءتي عليه. هتقول حدثني، لابد وأن تقيد ذلك بالقراءة عليه، تقول حدثني فلان بقراءتي عليه، عشان نفهم أنت حدثك بمعنى هو اللي قرأ ولا أنت اللي قرأت، بدون تقييد بقوله بقراءتي عليه، لأنه لم يحدثه. أنت حدثتني، أنت اللي بتقرأ، أنا ما حدثتكش، تحديثي لك أن أقرأ أنا. وما ذكره المصنف من الفرق بين اللفظين اللي هو حدثني وأخبرني، قال الحافظ الزين العراقي اللي هو الشيخ عبد الرحيم العراقي الإمام الأصولي المحدث الفقيه، إنه الذي ذهب إليه ابن جريج من أئمة النقل، والأوزاعي من أئمة النقل، والشافعي من أئمة النقل، وأصحابه أصحاب سيدنا الإمام الشافعي، ومسلم ابن الحجاج، وابن وهب، وجمهور أهل المشرق، وعزاه محمد بن الحسن التميمي الجوهري في كتابه الإنصاف للنسائي من أئمة النقل ولأكثر أهل الحديث، وهو الشائع الغالب. وهذا المصطلح الذي يفرق بين حدثني وأخبرني هو الدارج الشائع بين أهل العلم، الغالب على أهل الحديث كما قال ابن الصلاح، وكأنه اصطلاح يعني من أهل الحديث للتمييز بين النوعين، يعني اصطلحوا لأن حتى يميزوا بين أخبرني وحدثني. وذهب الجوهري ومالك في أحد القولين، والثوري وأبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف وأبو محمد بن الحسن الشيباني، أنا ماشيين صح أهو. وذهب الزهري ومالك في أحد القولين عنه، والثوري وأبو حنيفة وصاحباه اللي هو أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وسفيان ابن عيينة ويحيى بن سعيد القطان ومعظم الحجازيين والكوفيين والبخاري إلى جواز إطلاقهما، يعني جواز إطلاق حدثني على أخبرني وأخبرني على حدثني. ليه؟ لأنهما سيان. وممن ذهب إلى أن حدثنا وأخبرنا سواء يزيد بن هارون والنضر بن شميل وأبو عاصم النبيل وابن جريج وأحمد بن حنبل وثعلب والطحاوي، وصنف الإمام الطحاوي فيه جزءا وحكاه عياض القاضي عياض وابن فارس عن الأكثرين انتهى. وأجل ما ذكر فيما إذا قرأ غيره على الشيخ، يعني مش لازم أنت اللي تقرأ، ممكن غيرك يقرأ وانت تسمع، ولما تأتي تروي تقول ما سبق. وأجل ما ذكر فيما إذا قرأ غيره على الشيخ وهو يسمع، سواء كان الشيخ فاهما حافظا لما يقرأ عليه، سواء كان الشيخ حافظ وفاهم أو الشيخ حافظ ومش فاهم أو فاهم ومش حافظ، سواء كان الشيخ فاهما حافظا لما يقرأ عليه، يعني هو مش معاه النسخة لكن هو حافظ وفاهم انت بتقرأ ايه، أم لا ده هو مش معهوش حاجة مش حافظ ممسك بأصل، هو ليس حافظا لكن ماسك بنسخة البخاري اللي حضرتك بتقرأها. وفي معنى ما ذكر حفظ الثقة، طيب أنا هقرأ من حفظي وشيخي هيبقى معاه النسخة ونشتغل، ده ما فيش ده دلوقتي. كلام ده مش موجود.
احنا في زمن صعب يا لطيف. وفي معنى ما ذكر حفظ الثقة لما يقرأ على الشيخ وهو يسمع، يعني والشيخ يسمع، أو إمساكه أصل الشيخ، أو أنا هقعد الشيخ قاعد واحد هيقرأ وأنا ماسك أصل الشيخ اللي هو نسخته. وشمل إطلاق المصنف ما إذا سكت الشيخ على ذلك من غير نكير، سيبك تقرأ وماشي مش مانع، يلا يبقى هو بيقرك ويؤيدك. مع إصغائه، بس لابد حينئذ إن الشيخ وهو بيسمعك يكون مصغي وفاهم ولم يقر باللفظ، سايبك بتقرأ ما أقركش باللفظ. وهو مذهب الجمهور، جمهور الفقهاء والمحدثين. طيب لأنه سواء إذا سكت الشيخ يبقى هو بيقر حضرتك باللي انت بتقراه، يبقى انت ماشي صح. وله إجازة الشيخ من غير رواية، يعني ممكن اقول له ايه، اجزني بصحيح البخاري وانا ما قريتوش عليه، يبقى دي اسمها إجازة. اي اجاز الشيخ الراوي واحدا او اكثر من غير وجود قراءة من احد الجانبين، بأن لم يقرأ الراوي على الشيخ لا بنفسه ولا بغيره. يعني أنا ما قرأتش على البخاري ولم أسمع البخاري، ده أنا أول مرة بقول له كده استجزتك، يعني أطلب منك الإجازة، هيقول لي أجزتك. إما مع المناولة إنه يقول لي أجزتك بصحيح البخاري ويعطيني الكتاب، كان يدفع له الشيخ أصل سماعه. الشيخ بيدفع له نسخته الأصلية اللي سمع منها على مشايخه ضبطها، ويقول له أجزتك بهذا ويعطيه الكتاب، أو فرعا مقابلا به، أو مسك النسخة بتاعته اللي صلحها على شيخه وأخذها على الاسكانر، سحبها اسكانر وطبعها نسخ وقال له خد دي أجزتك به. ويقول له أجزت لك روايته عني وهو أعلاها، يعني أعلى أنواع الإجازة، أو مجردا عن المناولة أقول له أجزتك بروايتي كتاب الفلاني وهكذا، من غير ما ناوله ومن غير ما أديله النسخ. فيقول وهو يروي أجازني أو أخبرني إجازة، لابد أن يقول هذا عند الرواية عن الشيخ، لما تروي عنه تقول لا ده أنا ما سمعتش منه كله، ده هو بس أجازني وأنا بروي عنه بالإجازة، أو أخبرني إجازة. وأعلى المجردة الإجازة، ما هي بقى أنواع الإجازة، لخاص في خاص، يعني أجازتك أنت يا فلان الفلاني بالكتاب الفلاني، يبقى ده إجازة لخاص بكتاب خاص. وأعلى المجردة الإجازة لخاص مجاز له، في خاص مجاز به، كأجزت لك فلان الفلان رواية البخاري واضحة، أو أجزتكم وأجزت فلانا ابن فلان. فالخاص في عام، يبقى المجاز له خاص والمجاز به عام، أجزت فلان الفلاني بكل مروياتي عام، كأجزت لك رواية جميع مسموعاتي. والخلاف في هذه أعلى من الخلاف في التي قبلها، ولذلك هو وضعها على هذا الترتيب لأنها مختلفة في القوة. فالعام في خاص، المجاز له كل الحضور، والمجاز به كتاب صحيح البخاري، كأجزت لمن أدركني رواية مسلم، كل من أدرك، كل من عاصره، كل من عاش في زمنه. فالعام في عام، أجزت لكل أهل العصر كل المؤلفات،
يبقى المجاز له عام والمجاز به عام. كأجزت لمن عاصر رواية جميع مروياتي. وهذه تسمى الإجازة لمعدوم. الإجازة لمعدوم. فلفلان ومن يوجد من نسله. قال ويليها، يعني يلي الإجازة في يعني القبول والرد، المناولة من غير إجازة، بدلوا الكتاب من غير ما أقول له أجازتك. ثم الإعلام، يعني بعلمه أنها أني آديت مروياتي وإلى آخر. الإعلام كان يقول هذا الكتاب من مسموعاتي على فلان. ده الإعلام، أعلمه أن هذا الكتاب أنا سمعته عن فلان وفلان عن فلان وهكذا. فهمنا يا أخوانا؟ ولكن مع الإعلام أنا لا آذن له في الرواية، ما بديليش إذن أنه يروي. ثم الوصية، أقول والله وصيت بهذا الكتاب لفلان، كان يوصي بكتاب إلى غيره، إلى غيره عند سفره أو موته. ثم الوجادة، إني أنا ألاقي كتاب مسموع ومروي وأعرف مين اللي رواه. كان يجد حديثا أو كتابا بخط شيخ معروف. أنت عارف خطي؟ واخد بالك؟ ودخلت مكتبتي ووجدت هذا الكتاب فخدته، الورثة سمحوا لك بيه، يبقى دي اسمها إيه؟ وجادة. وهذا الموجود مسند، فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية، كان يقول وجدت ذلك بخط فلان، يعني بيروي إيه؟ وجادة. وأما المكاتبة، ده نوع تاني، بأن يكتب إليه بشيء من حديثه، أكتب لك كده حدثني فلان عن فلان عن فلان وأبعتها لك عبر الواتساب، كلام سهل في العصر بتاعنا ده. فإن اقترنت بها إجازة، يعني كتبت لك الحديث وأجزتك بهذا الحديث، فهي كالمناولة، كأن أنا بالضبط لما بعتها لك على رسالة الواتساب مثل ما لو أخذت الكتاب وأعطيته إياك و أجزتك بروايته، فهي كالمناولة المقرونة بالإجازة في الصحة والضعف، يعني سواء إن احنا قبلناها أو ردناها. وإن تجردت عنها، مكاتبة تجردت عن يعني الإجازة، معهاش إجازة، فالصحيح المشهور صحتها، إن أنا بكتب لك حديث وخلاص من روايتي وانتهى الأمر على هذا، وهي أقوى من الإجازة. قال السيوطي فيما نقلناه على طرة كتابي وهي المختار، إن المكاتبة التي ليست معها إجازة مثلها قوية، بمعنى أنها مقبولة وصحيحة وأقوى من أكثر صور المناولة. ده أنا كتبت لك واعتنيت وأرسلتها إليك. وفي صحيح البخاري في الأيمان والنذور وكتب إلي محمد بن بشار، أهي مكاتبة، كتب له حديث وأرسله له، يبقى دي إيه؟ يبقى مكاتبة أهي، بعته له على الواتساب يا سيدي. قال كما جزم به في المحصول الإمام الرازي ومنعه، نتكلم بقى على حكم ما سبق في آخر جملة من جمل يعني الإيه؟ كتاب السنة، ثم بعد ذلك القياس. الواحد زعلان إن الكتاب هيخلص. حبنا للكتاب، عشقنا للكتاب يا مولانا، ده عشرة. ومنع الحربي وأبو الشيخ، يعني أبو الشيخ الأصفهاني، الحربي يعني إبراهيم الحربي، وأبو الشيخ يعني أبو الشيخ الأصفهاني، والقاضي حسين من أصحابنا الشافعية، والماوردي صاحب الحاوي،
الإجازة. قال لا، الإجازة دي غير مقبولة وضعيفة. وقال ابن حزم إنها بدعة غير جائزة. قال الإجازة دي بدعة وغير مقبول الكلام بيها، واللي يروي بيها مش عامل بحديثه. وقال الصحة عليها جمهور الفقهاء والخلف. قال الخطيب وقد ثبتت عن مالك، قد ثبت عن مالك، ثبت عن مالك الحكم بالصحة، بصحة رواية الإجازة، فدل على أن منع مالك إنما هو على وجه الكراهة. يعني مالك كان بيمنعها، بس مالك لما منع ما منعش لكونها غير مقبولة، ولكن لكونه كرهها، كراهة أن يجيز العلم لمن ليس أهله. أنت أي حاجة تقول له خد إجازة خد إجازة، مش الأول لازم تختار طالب العلم اللي هتجيزه وهتعطيه الكتاب؟ شوف تقي نقي يصلح لمن لما يتحمل. أنت أي حاجة لأي حاجة، ما ينفعش. الإمام مالك بيختار المال ده على سبيل الأدب، على سبيل التربية. أن يجيز العلم لمن ليس أهله ولا خدمه ولا عانى التعب. أي حد، لا ده لابد أن يظهر التعب والمشقة في التحصيل، ولابد أن نعلم أنه مؤدب وأنه يتحمل. وقال إنما يريد أحدكم أن يقيم المقام اليسير ويحمل العلم الكثير. يعني عايز تقعد حاجة بسيطة كده وأقول لك أجازتك بكل مروياتي وتطلع تجري وتعمل فيها إمام الأئمة؟ أنت لازم تقعد سنوات، 20 سنة، 30 سنة، حتى تدرك قيمة العلم، حتى تعلم أن هذا العلم لا ينال إلا بالكد والتعب والشقاء. إنما تريد أن تقوم 10 دقائق وتأخذ روايات سمعناها في سنوات وتروح تعمل إمام الأئمة وحبر الأم. عايز سؤال تبص تلاقيه يقول لك أنا شيخي فلان وشيخي فلان وشيخي فلان. طب أنت قريت عليهم قد إيه يا غالي؟ حضر ده نص محاضرة، سمع ده سلم عليه وقال له أن أنت شيخي، قال له إيه ده. إنما يريد أحدكم أن يقيم المقام اليسير ويحمل العلم الكثير. ومثله عن الشافعي كراهة الاتكال على الإجازة بدل السماع. قال له لا، مكروه الإجازة دي، لازم تروح وتسمع، بس ده مش معناه أنها غير مقبولة عندما يروى بها، لا، ده إنما كرهوها تأديبا لطالب العلم. وما أحوجنا في مثل هذا الزمان لهذه الأقوال. ده بقى اللي بيحصل اليومين دول. حضرتك تروح مجلس السماع تطلع وانت ماشي بشوال كتب، تفضل طول عمرك لو جلست تقرأ في الفهارس مش هتخلصها. بس المشكلة ايه؟ ان بعد كده حضرتك بتظن انك امام الائمة، وانك صرت عالم، وانك صرت يعني ذا مقام، وتروح بقى ماليزيا بقى تعمل مجالس بقى وايه، والرنجة ينزل من فوق ويجي من تحت. بس انت كده خنت نفسك وخنت الأمانة اللي ربنا سبحانه وتعالى ادها لك. وقوم العامة، يعني ومنع قومه قوم الإجازة العامة بكل أقسامها السابقة، عام في عام، خاص في عام، عام في خاص، قالوا الإجازة العامة بكل أنواعها ممنوعة. والقاضي، يعني ومنع القاضي أبو الطيب الطبري من يوجد من نسل زيد. قال يعني أجزتك بكذا ومن يوجد من نسلك، لا، من نسلك دي لا، لأنها إجازة لمعدوم فلا تصح. وهو الصحيح، يعني وما ذكره القاضي هو الصحيح. والإجماع على منع إجازة من يوجد مطلقا من غير تقييد بنسل فلان. قال من يوجد من نسل كل البشر، أنت ما عينتش، وما من غير تقييد بنسل فلان. طب يا مشايخ، الحمد لله انتهينا من هذا.
يبقى منع إجازة من يوجد مطلقا من غير تقييد بناس. قال كده إيه؟ وأجازت لكل من يوجد. لا، ما لازم نتحدد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا.